السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزايكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ندخل في موضوع النهاردة اللي هو انتفاخ الحوصلة عند الزغاليل الحمام أو الحمام الكبير. زي ما وريت حضراتكم ذكر الحمام الكبير ده، أنا شكيت إن هو عنده انتفاخ الحوصلة، وهو فعلا واقف كده نافخ حصلته كأنه حمام نفاخ اللي هو ده. يعني ممكن حد يفتكر ان هو ذكر الحمام بيزوم او حاجة. هو بيزوم وبياكل وصحته كويسة، لكن احنا عايزين نلحق عليه، ما نستناش لما الحالة تزيد. والموضوع ده معدي يا جماعة، الموضوع ده معدي بين الحمام، لازم ناخده نعزله ونتعامل معاه بالعلاج، نشوف هنعطيه ايه. طبعا وريت حضراتكم قبل كده في الزغاليل، لكن اول مرة نشوفها مع الحمام الكبير. طبعا هو بينتقل من الحمام الكبير، المرض ده انتفاخ الحوصلة، من الحمام الكبير الى الزغاليل، ومن الزغاليل برضو للزغاليل عن طريق المية اللي بيشربوا منها او عن طريق الاختلاط. يعني انا وريت حضراتكم الزغاليل المنتفخة قبل كده، ودي منتشرة جدا في الوقت ده من السنة، انتفاخ الحوصلة والقنقر اللي بيصيب حلق الزغاليل. طبعا كلنا عارفينه، اللي عملت اتكلمت عنه كتير واتكلمت عن علاجاته، لكن النهاردة اول مرة نشوفها مع ذكر حمام كبير او اي مع اي حمام كبير. اهو واقف منفوخ حصل. طبعا من الامراض المنتشرة الايام دي اللي هو انتفاخ الحوصلة والقنقر والسالمونيلا، اللي هي اسهال مائي، هتلاقي اسهال مائي عند الحمام. قلنا كل الحاجات دي كلها، زائد كمان الامراض التنفسية اللي منتشرة معظم الايام دي عند معظم المربين. طيب تعالوا نشوف هنعالج الفرد الحمام ده ازاي، وهنعزله ازاي الفرد اللي احنا شفناه الابيض. احنا مجهزين الادوية اهو. طبعا هو العلاج الاساسي اللي هو مطهر معوي ومضاد السموم. معنا مضاد السموم ده ممتاز جدا، كوليستيزول ده هو يكفي ان هو يغنيك عن الفلاجيل او امريزول، لكن انا هضيف عليه برضو امريزول مع مضاد السموم. طيب انا جايب دول ليه؟ برضو دول مطهر معوي اللي هو انتينال وكابكت، في نوع كمان اللي اسمه داياكس. التلاتة اللي هم اللي انا قلت على اسمهم دول، داياكس وانتينال وكابكت، كلهم مطهر معوي ويعالج كمان الاسهال، لكن لو مفيش اسهال يكفي الامريزول او فلاجيل مع كوليستيزول. طيب هنجهز، هنحط معانا العبوة دي ومعانا 5 سم مية، 5 سم مية، هنحط ال5 سم المية ونحط عليهم سنتي من امريزول، نفتح العلبة ونرجها ونحط منها سنتي واحد، تمام. اهو معانا السرنجة، نسحب سنتي منها، سنتي بس كفاية على قد الفرد، ما تكترش من الفلاجيل او امريزول، سنتي كفاية جدا. طيب نخلطهم على المية، بعد كده على 5 سم المية. دي الطريقة دي بعملها جديدة يا جماعة، انا كنت بعطي بطريقة تانية، لكن هي الطريقة دي لسه بعملها اول مرة السنة دي، يعني بنطور دايما في الموضوع. وسنتي من مضاد السموم ده هو يكفي 0.5 سم، لكن انا هعطي سنتي اول يوم بس علشان الحالة المنتفخة دي، بعد كده هعطي 0.5 سم لمدة 3 ايام. يبقى الدواء اللي احنا ركبناه ده لمدة 3 ايام، وان ما جابش نتيجة ممكن تزودهم ل5 ايام، يعني ما جابش نتيجة في 3 ايام، لكن هو ان شاء الله يكفي في خلال ال3 ايام هيبقى اتذكر كويس. طيب هنقلبهم كويس، وبعدين نسحبهم في السرنجة اللي احنا عبينا بها المية، سرنجة كبيرة شوية دي اهو دي، تمام.
سحبناهم. نجيب الذكر ونشوف هنعمل ازاي. ده ذكر الحمام يا جماعة، فعلا منتفخ زي ما انا توقعت بالظبط. اهو شوف الحصلة، هنفتح بق الفرد كده بالشكل ده لفوق لأعلى ونرفعها ونفضي الهواء بالشكل ده لبرة، نخرج الهواء. فعلا الهواء بيخرج اهو، الهواء بيخرج خلاص. فضينا الحصلة فعلا، اتأكدنا ان كان فيها هواء. شوف بقى اتحصلته، تحس ان هو زوره كمان كان منتفخ. هنعزله عن الحمام، نعطيه السرنجة اللي احنا عملناها. طبعا هي كانت 5 سم زادت شوية، اللي احنا ضفنا عليه 5 سم مية، بقوا 7 سم بالفلاجيل بمضاد السموم اللي احنا اعطيناه. على فكرة يا جماعة، لو ما عندكش مضاد السموم ده ممكن تحط بداله خل تفاح او خل عادي. الخل بيقتل الميكروب او البكتيريا اللي هي بتسبب مرض انتفاخ الحوصلة. الخل بيموت البكتيريا دي، بيقضي عليها فورا لانه ما بيحبش يعيش في المكان الحمضي. البكتيريا دي بتعيش على الهواء، هي اللي بتعمل بتكون الهواء ده، وفي بكتيريا تانية بتكون مية. تلاقي حصلت الحمام مليانة بالمية، لكن دي بتعيش على الهواء، فتلاقيها نفخة الحصلة كده. طب هنعزل الفرد ده ونيجي نعطي باقي الحمام برضو من نفس العلاج جماعي. هنقول لحضرتك نعطي جماعي ازاي. يبقى هنعطي العلاج جماعي، هنجيب اللتر المية بتاعنا ده ومعايا الكلوستيزول، او لو زي ما قلنا لو مفيش هتعطي بخل تفاح او بالخل العادي. اللتر ده انا عشان هو المفروض سنتي، لكن انا هحط 2 سم زي ما قلنا في اول يوم، بعد كده 1 سم على اللتر. طيب هنحط ال2 سم من كوليستيزول ونحط فوقهم 5 سم من فيلاجيل او امريزول او اي مطهر معوي اللي قلنا حضراتكم عليه، اي مطهر معوي، ونقدمهم لمدة 3 ايام. لكن زي ما قلت لحضرتك هتخلي اللي هو الكوليستيزول ده 1 سم بعد كده اليومين الجايين، او ال3 ايام او ال5 ايام اللي هم بعد كده، هيبقى 4 ايام كمان لو ما جابش نتيجة يعني، انما هو كفاية 3 ايام يعني ان شاء الله يجيب نتيجة. ده للحمام الجماعي، هنقدمه للحمام جماعي لتر المية ده 3 ايام او 5 ايام، من 3 يعني الى 5 ايام. اهو لتر المية، تمام. ولو في عندك زغليل ما عطتهاش فيلاجيل قبل كده، اعطيها فيلاجيل. الزغلول اللي زي ده 1 سم، لكن لو اصغر من كده اعطيه 0.5 سم. هو يفضل من عمر اليوم 8 والـ9 والـ10 من عمر الزغليل هتعطيهم سنتي، لكن لو اصغر يبقى 0.5 سم اللي هو من عمر 8 ايام لمدة 3 ايام، 8 والـ9 والـ10 من عمر الزغلول. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة، وبالشفا ان شاء الله.